رسول الله رسول الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في برنامج الاحتفاء بالرحمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وهي تكبره في السن، كانت في 40 من عمرها، لكنها أحبته صلى الله عليه وآله وسلم لما رأت فيه من أخلاق وكريم طباع وأمانة وحسن معاملة، ورأى فيها النبل والخلق والعفة. بعد أن تزوجها أحبها محبة شديدة وأحبته محبة شديدة، فكانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أقبلت على رسول الله بكلياتها قبل أن يبعث ويكون رسولا، لكنها لاحظت وسمعت من أخبار رحلته في التجارة التي ذهب ليتاجر فيها بمالها عندما طلبته لذلك، لاحظت معاني رأتها من خلقه، وأخبرت بالسحابة التي كانت تضله عندما كان يسير في الشمس في سفره. لما تزوجته صلى الله عليه وسلم اتضح لها من كريم خلقه وعظيم رحمته الذي ملأه الله تعالى بها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف لزوجته صلى الله عليه وسلم؟ أحبته محبة شديدة فأقبلت بكلياتها عليه. ولما جاءت ليلة البعثة عندما تجلى الوحي لرسول الله وظهر عليه الملك جبريل، عاد وفؤاده يرجف صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، أقبلت عليه السيدة خديجة تغطيه، وقد رأت جسده الشريف وهو يرجف من سر التجلي الإلهي الذي تجلى به عليه لإنزال القرآن عليه أول مرة، ثم أخذت تطمئنه وتقول له بثقة ويقين: والله لن يخزيك الله أبدا. وأخذت تعدد أوصافا هي رأتها فيه: إنك تعين المعوز، وإنك تحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتعين على نوائب الدهر. أخذت تعدد معاني تشرب قلبها بها لما رأتها فيه ليلا ونهارا، فامتلأ قلبها باليقين أنه لن يصيبه المكروه. وأخذته إلى ابن عمها، وكان نصرانيا اسمه ورقة بن نوفل، كان نصرانيا موحدا بالله سبحانه وتعالى، ولديه كثير من الكتب من الكتاب المقدس وإخباراته في مجتمع قل فيه وجود من كان على هذا النحو. فلما ذهبت به إليه وقال له: قص لي ابن أخي، وكان كبيرا في السن في آخر أيامه، قص علي ابن أخي ماذا رأيت؟ قال: حصل لي كذا وكذا، ذكر له الوحي وما حصل فيه. فقال: بخن يا ابن أخي، إنه الناموس الذي نزل على موسى وعلى عيسى، يا ليتني كنت جذعا أي قويا، يا ليتني كنت جذعا أنصرك حين يخرجك قومك ويؤذونك. فقال له: أو مخرجيهم؟ قال: يا ابن أخي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا آذاه قومه وتعرضوا له. سيدة خديجة واصلت معه صلى الله عليه وسلم، وأنفقت ما كان لديها من مال على خدمة هذه الدعوة وإيصال الخير إلى البشر. ولما حوصر صلى الله عليه وسلم مع آل بيته 3 أعوام، الحصار الشديد، المقاطعة التي فرضها كفار قريش على آل رسول الله حتى يضغطوا عليه في دعوته ويضغطوا على آل بيته ليسلموه لهم فيقتلونه، 3 سنوات لا بيع ولا شراء ولا شيء من أنواع التعاملات، واشتد الأذى عليهم حتى أكلوا من أوراق الشجر. كانت السيدة خديجة واقفة مع رسول الله في ذلك أشد الوقوف. وبعد أن انتهت المحنة مباشرة مع آخر أيام الحصار الذي كان في شعب بني هاشم، توفيت السيدة خديجة، وفي نفس العام توفي أبو طالب، وسمي بعام الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم منذ وفاتها، وهو لا يزال في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، منذ وفاتها إلى أن التحق بالرفيق الأعلى لم يكد يمر عليه وقت لم يذكر فيه السيدة خديجة. إذا هدي إليه شيء من الطعام الحسن
يخرج منه شيئا يسيرا، يقسم منه قسما ويقول أرسلوا هذا إلى فلانة كانت تأتينا في أيام خديجة، أرسلوا هذا إلى فلانة كانت من صويحبات خديجة. وحتى عندما فتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم ودخل إلى هناك، سألوه أين تنزل، قال وهل ترك لنا عقيل من دار، أي أن بيوتهم قد بيعت في ذلك الوقت. فلما دخل إلى مكة سألوه أين تنزل، قال انصبوا لي خيمة في الحجون، والحجون هو المكان الذي دفنت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها. هذا المعنى الراقي من المحبة والصلة، تعلمنا منها أمرا نحتاجه في زماننا، أن العلاقة بين الرجل وامرأته عطاء، بمعنى أن الرجل ينبغي أن يفكر كيف يعطي أكثر من تفكيره بكيف يأخذ، والمرأة ينبغي أن تفكر كيف تعطي أكثر من تفكيرها كيف تأخذ. وعندئذ تتشرب القلوب حقائق المحبة التي اليوم يفتقدها الكثير. رسول الله لم ينسى السيدة خديجة ولم يفتأ يذكرها حتى بعد وفاتها إلى 10 سنوات، إلى 11 سنة إلى أن توفي.